استعراض لطائرات النظام ضمن غطائها الجوي للميليشيات الشيعية العراقية واللبنانية الزاحفة إلى معبر التنف الحدودي مع العراق، غير أن موقعا روسيا يعرض بدوره صورا أخرى لما قال إنها مروحيات روسية من نوع مي-35 وقاذفات صواريخ نوع توس رافقت قوات النظام وميليشيات طائفية خلال العمليات القتالية ضد الجيش الحر على بعد 20 كيلومترا من معبر التنف. ثلاث نقاط ساخنة تشير إلى نية النظام والميليشيات الإيرانية تعزيز وجودهم في الشرق والجنوب السوري. فآخر التطورات الميدانية تتحدث عن تقدم للنظام وميليشياته في منطقة القلمون الشرقي الخاضعة للجيش الحر وسيطرتها على منطقة البحوث العلمية. هذا التطور يقابله تقدم آخر للنظام وميليشيات طائفية سيطرت على منطقة الرحبة شمال سد الزلف بريف السويداء الشرقي، ما يجعل من الجيش الحر في منطقة بئر القصب وحتى القلمون الشرقي بينما يشبه فكي كماشة. لكن وللدقة تقول مواقع موالية إن ميليشيات طائفية درزية شاركت النظام في عملياته الأخيرة ضد الجيش الحر في المنطقة، منها ما يسمى لبيك يا سلمان وأخرى درزية لبنانية تتبع لحزب التوحيد الذي يتزعمه وئام وهاب. قوات النظام والميليشيات الطائفية متعددة الجنسيات رفعت كذلك علم الاحتلال الروسي في ريف السويداء كرسالة لطائرات التحالف الدولي التي استهدفت مؤخرا رتلا لنظام وميليشيات شيعية في مفرق الزرقاء على معبر طريق التنف. في المقابل يعلن الجيش الحر في المنطقة عن إطلاق معركة بركان البادية ضد قوات النظام وهذا الكم من الميليشيات الطائفية المتعددة، ما يجعل من ريف السويداء والقلمون الشرقي وصولا للبادية مسرحا لتطورات عسكرية غير محسومة النتائج حتى اللحظة.